عرفت قضية المنتخب الوطني الجزائري في الأيام الأخيرة تضامنا واسعا من وسائل الإعلام العالمية والعربية نتيجة للظلم التحكيمي من طرف قسامة، ولكن ما لم يكن متوقع، ولأول مرة الصحافة الفرنسية تنتقد الفيفا بسبب منتخب الجزائر، حيث نشرت إذاعة RMC تقريرا مفصلا عن قضية الجزائر التي تقدمت بملف احتجاج ضد الحكم الغامبي بكاري قسامة الذي ظلم الخضر كثيرا بقراراته التحكيمية في مباراة الدوري الحاسم من تصفية كأس العالم بقطر 2022. وقالت إذاعة RMC في تقريرها، بعد شهر تقريبا من تقديم الاحتجاج الجزائري ضد قسامة إلى الفيفا طالبا إعادة المباراة الفاصلة في كأس العالم التي تلقى فيها منتخب الجزائر الخسارة أمام الكاميرون 1-2 بسبب التحكيم الفاضح للغامبي بكاري قسامة، وتابعت قائلة: اجتمعت الهيئة الأولى على مستوى العالم في كرة القدم اليوم من أجل دراسة ملف الجزائر لتتوصل لقرار نهائي بخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، لكن حتى الآن لم يتم إعلان شيئا. وأضافت: الجماهير الجزائرية تعيش اليوم على أعصابها من أجل القرار النهائي، لكن الفيفا تريد تمديد الفترة العصيبة التي يمر بها الجزائريين من أجل القرار الذي يخص منتخبهم. ويعتبر الصحفي الجزائري عارف مشاكرة هو مفجر هذا الحراك الجزائري للضغط على الفيفا بعد إعلانه بعد 24 ساعة الإقصاء عن امتلاكه ملف يدين الحكم قسامة والاتحاد الكاميروني بقيادة سامويل إيتو. وين الصورة؟ هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا. وفي الختام، لن نطلب منكم الاشتراك في القناة، بل نطلب منكم الصلاة على الحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.